بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الإخوة في استوديو مصر، نتخيل إننا جميعا ذهبنا إلى المسرح، وأنتم اثنين كل واحد سيأخذ نص خاص به ليقول. النص سيكون: قل إذا قلت أنا قل، أقصد شريف. وإذا قلت قال، أقصد سوري. يعني أنا موجود فتنتبهوا، لو قلت قال قل فيبدأ شريف في القول يقول ما بعد قل. مثلا قلت قل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قل يا قال، هل أتى عليك حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا؟ قال نعم. أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. قل متى يا عزيزي؟ قال قال كان ذلك عندما كنت في المستقر في رحم أمي. قال كنت أسمع الناس في بيتي يهنئون أمي بقدومي.
هل أتى عليك يا قال حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا؟ نعم، أتى علي حينا من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. نعم، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. نعم، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. نعم، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. نعم، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. نعم، أتى علي حينا من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. نعم، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. نعم، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. نعم، أتى علي. نعم، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. نعم، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. نعم، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. نعم، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. نعم، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. نعم، أتى علي حينا من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. نعم، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. نعم، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. نعم، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا. نعم، أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا.